السلام عليكم ورحمة الله، معكم عبد اللطيف من قناة زمهان تي في، برنامج ترحيب ورفلة. قبل ما نشوفوا الفيديو وقبل ما نتعرفوا على هذا البرنامج الترحيب لشركة ورفلة، ادعوكم للاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا دائما بالجديد. برنامج الترحيب ديال اوريفلام هو واحد البرنامج، هو واحد الكادو، واحد الهدايا كديرهم الشركه باش كترحب بالناس الجداد ديالها اللي كيتسجلوا معاها. الناس اللي كيتسجلوا معاها جداد، مثلا شي واحد تسجل مثلا في الشهر 4 الاول ديال الشهر 5، نهار واحد في الشهر 5 غادي ياخد الكادو ديالو كتعطيه ليه الشركه. هذا الكادو كيكون بثمن ناقص بزاف، كتكون واحد المجموعه ديال لي برودوي مثلا كما كنشوفوا في الصوره. عندنا بندوش، وعندنا شامبوان ديالو، وعندنا الديميلر، وعندنا الكريم، حسب اختيار ديالك. ثلاثه لي برودوي في كل شهر، ثلاثه لي برودوي في كل شهر على حسب الاختيار ديالك. مثلا الا جينا نشوفوا هذه المجموعه في الكتالوج كنلقاوها بالثمن ديال مثلا 200 درهم ولا 190 درهم، باش كنلقاو تقريبا هاد المجموعه، ولكن الشركه كتخليها لك ب 49 درهم. هذا الشهر الاول. الشهر الثاني يجي الشهر الثاني مثلا شهر، قلنا الشهر 4 تقيتي فيه، الشهر 5 خديتي الاول، الشهر 6 غتاخد البرنامج الثاني، البرنامج الترحيب الثاني. هذا البرنامج الترحيب الثاني بدا كما كنشوفوا في الصوره، كاينه مثلا كاينه عندنا الريحه، وكاينه عندنا ولا السكه ديالها، وكاين ولا كاين شامبوان وشي بوار دي ميلور والكريم ديالو، ولا كاين هذاك ليكرون ديال الشمس، ولا كاين الزيت ديال الشعر والشامبوان ديالها والدي ميلور ديالها، ولا كاين الماسكارا والفوندوتا. المهم على حسب الاختيار ديال الشركه، كتعطيك 6 الاختيارات وانت غادي تختار واحد منهم، وغادي تاخذو 49 درهم، وكتكون القيمه ديالو في الكتالوج تقريبا 200 درهم حتى 220 درهم. الا بعتيها انت ولا 49 درهم، يعني راه كتربح واحد القدر ديال الفلوس. هادي هذا الكادو ديال الشركه اللي كترحب به بالناس ديالها الجداد. كيوصل الشهر الثالث كيعطيوك برنامج اخر فيه اختيار عاوتاني، فيه 6 المجموعات ديال لي برودوي، كل مجموعه تقريبا كتكون فيه 3 لي برودوي، حتى هو ب 49 درهم، ولكن القيمه ديالو في الكتالوج كتكون تقريبا 300 درهم. ولا بعتيه انت كتاخذ 49 درهم، ولا بعتيه ب الا بعتيه ب 300 درهم راه رابح مثلا تقريبا 250 درهم. هذا برنامج الترحيب كديرو الشركه الناس الجداد ديالها كيتقيدوا معاها كل شهر. بالنسبه للناس اللي ما فاهمينش برنامج الترحيب، دخلتي تسجلتي في الشهر الاول، في الشهر مثلا في هذا الشهر ما غادي تاخذ حتى الشهر الجاي، يعني دخلت تسجلتي في الشهر 4 ما غادي حتى الشهر 5 والشهر 6 والشهر 7. الا مشى لك برنامج واحد، الا مشى لك شهر واحد، راه مشاو لك الشهور الاخرى. مثلا تقيتي في شهر 4 وخديتي غادي وما خديتيش ديال الشهر 5، ما غاديش تاخذ ديال الشهر 5 ديال الشهر 6 ولا ديال الشهر 7. يعني خاص تكون بالتسلسل 3 شهور متابعه، وبشرط باش تاخذ هذا البرنامج عاوتاني خاصك دير 100 نقطه. ماشي الشركه كتفرض عليك 100 نقطه باش ديرو، لا ما بغيتيش دير 100 نقطه انت حر. 100 نقطه تقريبا من 550 درهم ديال لي برودوي، فديال 550 درهم الثمن ديال الكتالوج، 550 درهم كتولي تقريبا 100 نقطه. ولكن ماشي مفروض عليك باش دير 100 نقطه باش تستفاد من هذا البرنامج ديال الترحيب. ما بغيتيش برنامج ترحيب، ما بغيتيش دير 100 نقطه، انت حر. واخا تاخد غير برودوي واحد غير جوج من الكتالوج انت حر، ماشي 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 مفروض عليك باش دير 100 نقطه. وكما قلنا كيسولوا بزاف ديال الناس كيتقيدوا في نفس الشهر، كيقول لك راه بغيت برنامج الترحيب ديالي، لا ما غادي تاخذ حتى الشهر الجاي. كما قلنا حتى الشهر الثاني من بعد التسجيل ديالك، وبشرط دوز 100 نقطه، عادي يمكن لك تستفد من هذا برنامج الترحيب اللي كتقول ليه الشركه. اللي بغى يستفد من هذا البرنامج، واللي بغى يتسجل في شركه ديال اوريفلام، هي النمره ديال الواتساب كتبان لكم على الشاشه، وغادي نخليها لكم اسفل الفيديو، وغادي نخلي لكم رابط ديال التسجيل مباشر اسفل الفيديو. واللي تسجل معنا راح غادي نتكلفوا، وغادي نصيفطوا لك الكتالوج، وغادي نشرحوا لك، وغادي نوريك بزاف ديال الحوايج، وغادي نوريك الطريقه باش تستفد من هذا برنامج الترحيب، ومن الهدايا اخرى، ومن العروض اخرى، ومن لي بروموسيون اخرين. ما تنساوناش بالدعم ديالكم باللايك،
والاشتراك في القناة باش نزيدو في هذه السلسلة ونشرحوا أكثر على الشركة ديال أوريفلام، ونرحبوا بالناس اللي باغين